أتشرف بوجود ضيفي الكريم دكتور حسام الدين علام، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. والحقيقة الأزهر الشريف وهذا المركز بشكل خاص يقوم بدور كبير جدا في التوعية ونشر مجموعة من الأسس العلمية للتعامل الصحيح مع الأوبئة. لو تحدثنا عن فيروس كورونا، يعني ربنا يحفظنا ويحفظ حضراتكم ومصرنا الحبيبة والعالم أجمع من هذا الفيروس في وقت قريب بإذن الله. دكتور شرفتنا، وكل سنة وفضلتك بألف خير. يعني بمناسبة ذكرى معجزة الإسراء والمعراج تحدثنا عنها في هذه الحلقة، والحقيقة يعني كانت هناك الكثير من العبر والمواعظ من هذه المعجزة الكبيرة لابد أن تطبق في هذه الأحداث. كيفية المواجهة، وأنا عارف المركز بيقوم بدور كبير في التعريف بهذا الفيروس وكيفية التحصين وكيفية الالتزام وكيفية اتباع مجموعة من الإرشادات الهامة بلغات كثيرة، يعني ليس في مصر فقط ولكن في كل أنحاء العالم المركز يؤدي هذا الدور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالتأكيد خالص شكري وتقديري أستاذ تامر على هذه الفقرة، وعلى كل فريق البرنامج ولكل القائمين على قناة النيل الثقافية. فيما يتعلق بسؤال حضرتك، بالتأكيد يعني نحن في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نحرص على متابعة كل التقارير الصادرة عن الجهات المعنية، بداية من منظمة الصحة العالمية وأيضا وزارة الصحة هنا في مصر، ونحن على تعاون وثيق بالوزارة وبكل الجهات المعنية وكل المؤسسات لمواجهة هذا التحدي الكبير. ولدى المركز الآن هيئة استشارية علمية من كل التخصصات، دائما تطلع أعضاء المركز على كل المستجدات وعلى كل ما ينبغي لعضو الفتوى أن يكون على دراية وعلى إلمام به، حتى يتحقق التصور الكامل لكل أبعاد أي نازلة فقهية. لازم نتوقف عند هذه النقطة لأنها نقطة هامة، واسمح لي لأنا أطرح السؤال بشفافية. يعني الناس يقول لك يعني الفتوى ويعني أمور دينية، إيه اللي يخليهم يطلعوا على نواحي الصحة واللي هم يتصلوا بمنظمة الصحة العالمية لو ليها مقر هنا في مصر ووزارة الصحة؟ إحنا كده قدام أمر لم نعتاد عليه من قبل. يعني إحنا عندنا في دماغنا الأزهر والإفتاء يعني في النواحي الدينية، والحقيقة أنا عايز يعني فضلتك اللي أنت توضح الأمر ده. يعني ليه الفصل؟ الإسلام يدعونا إلى الأخذ بالنواحي العلمية وإلى أهل الاختصاص، ويدعو إلى العلم والبحث العلمي والاطلاع وتقديم كل ما هو نافع للبشرية. دي مشكلة احنا واجهنا منها فترات طويلة، لكنها ظهرت في هذه الفترة يا دكتور بشكل كبير. بالتأكيد يعني أحد الأهداف الأساسية التي يسعى المركز إلى تحقيقها هي ضبط الفتاوى. فبالتأكيد يعني من المقرر علميا وعند كل من له علم بالفتوى أن الفتوى تمر بمراحل. عند أهل الاختصاص تبدأ بمرحلة التصور، وهذا التصور لا يمكن أن يكون مبني بشكل صحيح وبشكل شامل إلا إذا تمكن المفتي أو عضو الإفتاء من الإلمام بكل جوانب المسألة أو النازلة المعروضة عليه. فمثلا نتحدث بشكل عملي عن مسألة كوفيد 19 أو فيروس كورونا المستجد. حتى يتحقق هذا التصور العلمي كان المركز على تواصل مع الهيئة العلمية البحثية التي تنسق مع المركز، وبالفعل كان هناك محاضرات وحلقات نقاشية حول هذا الفيروس المستجد، وعقدت من قبل أساتذة وأطباء في شؤون الأوبئة وشؤون الفيروسات وكيفية التعامل مع هذه الأوبئة وما هي كل الإجراءات الوقائية. وبالتالي كان هناك نوع من التصور الكامل لأعضاء المركز عن المراحل التي يمر بها هذا الفيروس. ولذلك مثلا نحن ننصح بتجنب الاختلاط حاليا بشكل عام، يعني والحفاظ على هذه المسافة التي تحول دون التقاط أو التي تحول دون الإصابة بالفيروس. لأن المقرر علميا الآن
أن الشخص قد يكون حاملا للفيروس حتى وإن لم تكن تظهر عليه أعراض إلا سبب الفيروس، صحيح. من سواء من السعال أو من ارتفاع الحرارة أو غيرها من أعراض الفيروس، فترة الحضانة يعني. نعم، فالشخص قد يكون مصاب بالفعل لكنه ما زال في فترة الحضانة، وبالتالي حتى وإن لم تظهر عليه أعراض فهو ما زال يعرض غيره للأخطار، فلابد من التجنب ولابد من أخذ كل التدابير الوقائية للحيولة دون الإصابة بالفيروس. طب اسمح لي بقى لأن وأنا هكون يعني بتكلم مع فضيلتك، نعم، يعني بشكل بسيط يعني. نعم. ظهرت كده الفترة اللي فاتت يقول لك أنتوا بتمنعوا الصلاة في بيوت الله، وفي حاجة من حالات اللي أنتوا ليه افتحوا البيوت الله للصلاة. نعم. هاخد إجابة حضرتك على هذا السؤال، لكن اسمح لي لإحنا نخرج لفاصل ونعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام جدا ودور المركز في التوعية من فيروس كورونا. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة في حديثنا في هذه الفقرة مع ضيفي الكريم دكتور حسام الدين علام نتحدث عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، ولكن في الفاصل أنا جالي يعني سؤال كده في دماغي، وليه تبقى الوقاية من فيروس كورونا ما تبقى أسلوب حياة اللي احنا نتبع هذا الأسلوب في حياتنا، في النظافة الشخصية، في الحفاظ على نفسك، في الحفاظ على الآخرين، في اتباع هذه الأمور وليست فترة مؤقتة، خليها معاك أسلوب في عشتك، في تعاملاتك مع الآخرين، ودينك بيقول لك كده. صحيح. يعني الدين الإسلامي والأديان السماوية حريصة على النظافة الشخصية وحريصة على الآخر وكيفية أن يكون هناك حالة من حالات الطهارة الدائمة. نعم. نحرص على هذا الأمر، وطرحت على ضيفي الكريم دكتور حسام علام قبل الفاصل أن هناك تساؤلات كثيرة وأكيد ترد إليهم في المركز أسئلة من خارج مصر. أنتوا بتقفلوا بيوت الله أمام المصلين، يعني أنتوا مش عايزين الناس تروح تصلي. لازم نفهم ولازم نأخذ بالأسباب ولازم نعي القيمة الكبيرة من حفظ النفس البشرية. رب العزة بيحافظ عليك، حافظ أنت على نفسك وحافظ على الآخرين. أهلا بك دكتور، مشرفنا. الله يبارك فيك. بالتأكيد وصلنا كلام حضرتك، يعني من المقرر شرعا أن حفظ النفس هو من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية، ونحن عندما نتحدث مثلا في ضوء فتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول جواز تعطيل صلاة الجمعة وصلاة الجماعة بشكل مؤقت كإجراء احترازي مؤقت لمواجهة تفشي هذا الوباء، فهذا مقرر شرعا وهذا متوافق مع القواعد الشرعية المطبقة والمفصلة والمعتد بها عند كل فقهاء المسلمين وعند كل المحققين من العلماء، وهذا أيضا متوافق مع الأدلة الشرعية، مثلا الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما كان هناك يوم شديد المطر قال للمؤذن قل للناس صلوا في بيوتكم، وكان هذا دفعا للضرر لأن الحديث الشريف واضح. صحيح. لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الأمر بهذا على هذا النحو أو بهذا الشكل فيما يتعلق بيوم شديد المطر فبالتأكيد هو أشد وضوحا وأكثر جلاء فيما يتعلق بوباء متفشي مثل وباء كورونا. فنحن لا نتحدث عن الصلاة ككونها فرض أو أداء الصلاة ككونه فرض، وإنما نحن ننتقل للبديل الشرعي نظرا لحالة الضرورة القائمة، وكما هو مقرر شرعا أن الضرورة أن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، وبالتالي هي استثناء ولا يقاس عليها، وبالتأكيد دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. والفتوى كانت واضحة بالنسبة لهذا الشيء لأن هذا أمر أو هذا إجراء وقائي مؤقت إلى حين دوال أو ارتفاع هذه الحالة. حالة التنمر يا دكتور يعني نعم بالتأكيد منتشرة، يعني
بتحصل معايا انا لو بتكلم بشكل شخصي، لما مثلا بروح على ماكينه الاي تي ام ده على طول قبل كورونا او قبل اي حاجه بمسك منديل او كده، لانها ناقله قويه للفيروسات. الناس بتتريق والناس بتضحك، انت قلقان من كورونا، انا بحمي نفسي وبحميك، انت المفروض انت ايضا تحمي نفسك وتحميني، ده حقي يعني عليك. صحيح، هو حق وواجب على كل فرد. يعني دعني اوصل الموضوع حتى من موضوع الاسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في هذه النبوية الشريف بجعله الطهور شطر الإيمان، فبالتالي المحافظة على النظافة البدنية والمحافظة على نظافة كل المرافق، عدم البسخ على الأرض يعني. بالتأكيد يعني في هذا الأمر على وجه التحديد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره ذنب وجعل الوسيلة للتكفير لهذا الذنب بإزالة هذا الأذى لما فيه من أسباب قد تؤدي إلى انتشار الأمراض بين الناس. يعني حتى فيما يتعلق بمثلا استعمال الأدوات الشخصية، ينبغي أن يكون هناك حرص أن الأدوات الشخصية اللصيقة بالإنسان لا ينبغي أن تكون مشاعا بين الناس. صحيح. أيضا نظرا لكونها قد تكون سبب في انتشار الأوبئة والأمراض. فنحن بالفعل بحاجة إلى الترسيخ لهذه الثقافة، ليس فقط في مثل هذه الأوقات، ولكن أن يصبح هذا أسلوب حياة عام. أن ندرك أن الإسلام يحض على الأخذ بالأسباب، وأن هذا ليس فيه تعارض مع التوكل على الله عز وجل. فالفهم الصحيح هو أننا نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأيضا نتوكل على الله سبحانه وتعالى وكأنها ليست بأي شيء. هذا هو الفهم الذي يحث عليه الإسلام ويحض عليه الإسلام، هذا الفهم المتوازن الذي يجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه فيما يتعلق بالأوبئة وبالأمراض أنه قال: إذا سمعتم بها في أرض أو في مكان فلا تدخلوها، وإذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منها. فهذا يتوافق وفي اتساق تام مع كل الإجراءات التي تحض الحجر الصحي. نعم، كل الإجراءات التي تحض عليها المنظمات المعنية بالصحة والطب الوقائي. هذه هي تعليم الإسلام، وهذا هو موقف الإسلام منها. أيضا أمر أود أن أشير إليه هنا هي فكرة المطاعم أو الأماكن التي تقدم الأطعمة. فبالتأكيد يعني نؤكد على أن القائمين على صناعة هذه الأطعمة، وخصوصا ما يتعلق منها بصناعة اللحوم، ينبغي أن يتقوا الله عز وجل فيما يقومون به من إعداد الطعام ومن توفيره للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى كمال الإيمان عمن لا يتقن عمله، يعني وهذا كاف في الدلالة على الحرص الذي يحرص الإسلام على التأكيد عليه فيما يتعلق بالحفاظ على حياة الناس وعلى أرواح الناس بهذا الخصوص. واحتكار السلع بالتأكيد هذا أمر ينبغي أن نتحدث عنه في مثل هذه الأوقات، والإسلام واضح والفقه الإسلامي واضح بهذا الشأن في النهي عن الاحتكار، والذي هو في أبسط معانيه حبس السلع او حبس المنافع الثمن. يعني حتى اذا ما اتى الوقت الذي يحتاج فيه الناس الى هذه السلع تم عرضها باسعار باهظه. بالتاكيد الاسلام ينهى عن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الخطا الكبير الذي يقع فيه من يقوم بمثل هذا الامر. ولذلك قال الفقهاء ايضا ان للحاكم او لولي الامر ان يتدخل بما لديه من سلطات ويحمل المحتكر أو من يقوم بمثل هذه الممارسات الخاطئة والظالمة والبينة في ظلمها، حتى لا يقع الناس فريسة للاستغلال أو لمثل هذه الممارسات التي تصعب على الناس حياتهم. وبالتأكيد هذا يتعارض مع موقف الشرع الإسلامي الحنيف. بالتأكيد يعني لعلي أوضح هنا أن من لا يأخذ بالأسباب فهو آثم، وما عليه الفتوى الآن أن الالتزام بهذه التوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية يرقى لكونه أمر واجب شرعا. فنحن هنا بصدد عن المكون الأخلاقي والمكون القانوني أو البعد القانوني، وأيضا الشق الشرعي. فهناك التزام وهناك مسؤولية قانونية وأخلاقية وشرعية،
مسؤولية أخلاقية تحتم على الجميع أفرادا وجماعات مسؤولين وغير مسؤولين على كافة المستويات الالتزام بهذه الإجراءات الصادرة عن المنظمات المعنية لتفادي كل ما يؤدي إلى تفشي هذا الوباء. قانونا الجميع ينبغي أن تطالوا المسؤولية القانونية حتى يكون الجميع أمام المسؤولية ويتحمل تبعات أي خرق لهذه التوجيهات وهذه القرارات. شرعا الإسلام واضح، لا ضرر ولا ضرار، وكل إنسان مسؤول. ولعل هنا أوضح أيضا أن التقارير الصادرة على المنظمات في هذا الشأن وكل الجهات المعنية الصحية توضح أن احتمالية الإصابة تكون أكبر عند المدخنين وعند من لديهم تاريخ مرضي. فلعل هذه تكون فرصة مناسبة لكل الأعزاء الذين يقومون بالتدخين بالإقلاع عن هذه العادة السيئة والمحرمة كما هو مستقر في الفتوى، بالإقلاع عنها، لأن احتمالية الإصابة تكون أكبر. ولا قدر الله في حالة الإصابة سيكون هناك تداعيات سلبية حتى على من لم يدخن، لأن كما هو معروف في غالبية البلاد أن المقاعد أو المرافق المتاحة لتوفير العلاج محدودة، فبالتالي هنا الإثم سيكون مضاعف على من يعرض نفسه حتى للإصابة بمثل هذا المرض. فنحن نؤكد على أهمية أن تكون هذه وقفة اعتبار لنا جميعا، ليس فقط للمرور بإذن الله تعالى من هذه الأزمة الراهنة، ولكن حتى نرسخ لثقافة واعية لشعب متحضر كما هو الحال في الشعب المصري، حتى يكون نموذجا لكل شعوب العالم بإذن الله. حقيقة الواحد يشعر بحالة من حالات الفخر يعني والاعتزاز لما تسمع الشهادات عن مصر، يعني من كان هنا من سياح يعني في أماكن كثيرة وكانوا حاملين لهذا الفيروس وتلقوا العلاج هنا في مصر وتشافوا يعني الحمد لله. تسمع هذه الشهادات تشعر باعتزاز وبقيمة هذه الدولة وتوفير أسباب كثيرة جدا من أسباب الشفاء. تجد على الجانب الآخر هناك من يروج الشائعات بشكل كبير جدا، هنا في حالة وهنا في حالة. الموضوع يعني قليل جدا، لكن لابد أن يكون لنا عبرة وعظة في تجارب دول أخرى يعني استهانت بالأمر واستهترت بالموضوع وانتشر فيها بشكل كبير جدا. ده اللي احنا عايزين نأكد عليه، الشائعة ودورها في حالة من حالات الفزع وحالة من حالات الخوف وحالة من حالات خروج مجموعة من المعلومات وليس لها أي أساس من الصحة أو ليست من المصدر الحقيقي يعني. بالتأكيد نحن نؤكد على أهمية تحري الدقة فيما يتم نقله وما يتم تداوله من معلومات. ينبغي أن يكون المصدر موثوق، سواء كان متمثلا في وزارة الصحة أو جهة معنية رسمية، وينبغي أن يكون هناك وعي لدى جميع الأفراد حتى لا يصاب المجتمع بحالة من الهلع أو الزعر. نعم نحن نتحدث بشكل واضح، لابد من أخذ الحيطة والحذر والالتزام بكل التوجيهات وكل الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، لكن لابد أيضا من تحري الدقة وتحري الصحة فيما يتم نشر المعلومات، وخصوصا بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي. والحديث النبوي والهدي النبوي واضح في هذا الخصوص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فتحري الدقة أمر مهم. كما ذكرت وأعيد، نحن بالفعل وبكل وضوح نحث الجميع على التزام كل التوجيهات وكل الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، لكن أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلابد من العقلانية والمنطقية والرشد وترشيد استعمال كل هذه الأدوات حتى نعبر من هذه الأزمة الراهنة بكل سلامة بإذن الله تعالى.
باذن الله. لكن هناك تساؤلات كثيره يعني بتسال على الجوينت او الكلبز يعني والكمامه اللي على الوجه يعني هل هي تمنع الصلاه تمنع الوضوء يعني في اسئله كثيره جدا هذا بدايه من حيث الشق الطبي قد يكون هناك داع لاستعمال ذات وايضا فيما يتعلق بالكمامه، لكن ايضا ينبغي ان يكون هذا الاستعمال هو الاستعمال الصحيح حتى لا تنقلب هذه الادوات في حد ذاتها الى اسباب لانتقال المرض ولتفشي المرض. فمثلا بالنسبه فيما يتعلق بالكمامه يعني ما تشير اليه التقارير ان هذا ينصح به في من لديه اعراض المرض نفسه حتى لا ينقلها هو او هي لغيره من المحيطين به او عندهم مناعه قليله يعني. وايضا لمن يتعاملون او يخالطون المصابين بمثل هذه الامراض او من عليهم الاعراض. لكن ينبغي ان نوضح هنا ان استعمال هذه الادوات مثل القفازات وايضا الكمامات قد تكون هي السبب، لانه مع مرور الوقت قد تتراكم عليها الجراثيم والفيروسات حتى نفسها، وبالتالي تكون هي السبب في نقل مثل هذه العدوى سواء الى الشخص نفسه عندما يقوم بالاحتكاك بعينه او بانفه او بودنه. فلا بد من الاستعمال الصحيح وفق ما هو مقرر طبيا. اما بالنسبه لصحه الصلاه فاذا استدعى الامر وكان الشخص مرتديا لاي من هذه الامور فصلاته صحيحه باذن الله تعالى. والهدي النبوي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الخصوص، في مثلا فيما يتعلق بالسعال النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه واضحا ان يقوم الانسان بتغطيه فمه باي ما كان متوفرا وكان نظيفا اقصد، وايضا تجنب حصول اي نوع من انتقال الرذاذ من الانسان لغيره من المحيطين به. هناك فيما يتعلق بالحكم الشرعي فالصلاه تكون صحيحه، ونحن نوصي في هذه الايام حتى اذا ما ذهب الشخص الى اداء صلاه الجماعه في المسجد او حتى في الساحات او في مكان العمل او في حتى في المنزل ان يكون لكل شخص السجادة الخاصة به حتى لا يكون هناك أي مجال لانتقال العدوى بإذن الله تعالى. بإذن الله. لكن هناك يعني حبايبنا وأهالينا يعني ما يقدروش اللي هم يقعدوا في البيوت أو ينقطعوا، لأن هم يعني عندهم رزق يوم بيوم يعني. حالة التكافل وحالة التضامن المجتمعي، لو أنا أقدر أعرف أسرة أو أعرف حد يعني بيسعى على أكل عيشه يعني إن أنا أتضامن معاه أتكافل معاه، عايز أعرف الإسلام يؤكد على هذا الجزء إزاي أو هذه الجزئية الخاصة بالتكافل والتراحم وصلة الأرحام لو أنا لي قريب مثلا يعني على قد حاله اللي أنا أكفله إزاي في هذه الأيام يعني. نعم بالتأكيد هذا أمر غاية في الأهمية في مثل هذه الأوقات، والإسلام حض على التكافل وعلى التعاون خصوصا في وقت الأزمات وخصوصا في أفراد المجتمع الذين قد يكونوا مثلا من كبار السن أو من ذوي التحديات البدنية، فالإسلام يحض على تقديم العون لهم في كل الأوقات وتحت كل الظروف وخصوصا في مثل هذا الظرف الراهن. لابد من التواصل معهم والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة لديهم. أيضا كل هذا يتم في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي ينبغي أن يحرص الجميع عليها، حتى من يضطر للخروج من منزله لكسب الرزق وللعمل الحلال أيضا يكون هذا في ما يتوافق مع الإجراءات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، وأخص بها على وجه التحديد الكيانات المعنية بالصحة والطب الوقائي وطب العناية بالأفراد ضد انتشار الأوبئة. فلا تعارض بين الأمرين. عايز أختم مع حضرتك بشيء ايجابي يعني يفرحني شخصيا لما اكون على مواقع التواصل الاجتماعي كده واشوف حاله من حالات التضامن الكبير، الاقي بنات كاتبين على صفحات التواصل الاجتماعي لو في حد مسافر بره ووالده ووالدته هنا موجودين مش لاقيين حد يعني يقضي لهم مصالحهم احنا موجودين، لو حضراتكم كبار في السن ومش قادرين تنزلوا وتجيبوا حاجتكم احنا موجودين احنا نجيب لكم الحاجه. فينا خير يا دكتور، وما بيظهرش الخير ده الا في
مهنة بتظهر معدن هذا الشعب الأصيل. حالة التكافل، وكان في مبادرة من لاعبي كرة القدم بالأمس أيضا في حالة تحدي الخير يعني، وتكافل مع أسر كثيرة جدا في المجتمع المصري. ربنا يعني إن شاء الله يزيل الغمة، وإن شاء الله يعني الطاعون ده موجود من زمان وبنعدي والدنيا تسير إن شاء الله في الأمور. لكن ماذا لو خرجنا من هذا الوباء ولم تتغير مجموعة من الأمور السلبية في هذا المجتمع؟ كلمة من حضرتك، لأن خلاص يعني ما فيش قدامنا إلا دقيقة واحدة يعني. الإسلام دين النظافة، دين الصحة، دين الوقاية من الأوبئة ومن تفشي الأمراض، لتكن مثل هذه الظروف نقطة انطلاق لنا جميعا في بناء وعي مجتمعي وثقافة مجتمعية ترسخ لكل الممارسات الصحية السليمة التي حض عليها الإسلام في المقام الأول، والتي هي أيضا نابعة من قلب وعقل ووجدان هذا الشعب المتحضر وهذا الشعب النبيل. نعم، هذه الظروف أظهرت هذا المعدن الأصيل والطيب، ولتكن هذه هي الروح التي نحافظ عليها جميعا. حفظ الله تعالى مصر، وحفظ الله تعالى جميع البلاد والعباد من كل ومن أي مكروه قد يصيب البشر. اللهم أمين. خالص يعني سؤال بسيط يعني، نحاول نحن ناخد يعني من وقت البرنامج ثواني قليلة يعني. كيفية تغسيل المتوفى بالفيروس كورونا؟ بشكل بسيط وواضح، الأصل أن يتم التغسيل والتكفين لمن يفارق الحياة، لكن في مثل هذه الظروف يعني قد في حال إصابة أو كون الشخص قد توفي نتيجة الإصابة بمثل هذا المرض، فيكتفى فيه بالغسل عن طريق إسالة الماء عليه، ولا يشترط التدليك، وينبغي أخذ كل الحيطة فيما يتعلق بالتغسيل وكل التدابير الوقائية التي تحول دون إصابة أي شخص يقوم بهذه العملية مع المتوفى. وفي حال ثبوت أن خروج أو نزول أي سوائل قد تكون سببا في العدوى، فينبغي أخذ كل الحيطة عن طريق لبس كل ما يتوقع منه عن طريق عدم الإصابة بمثل هذه السوائل، ويكفن على هذا النحو. ويمكن في هذه الحالة الصلاة عليه في الخلاء أو في ساحة من الساحات، لا يشترط أن تكون الصلاة في الجامع أقصد. وأيضا في هذه الحالة يمكن لأهل المتوفى نقله مباشرة إلى محل الدفن، ويمكن أن تصلى عليه أيضا الصلاة هناك على القبر. وأيضا يمكن لمن لا يتسنى له التواجد أثناء الصلاة أن يقوم بصلاة الغائب. هذا والله تعالى أعلم. الله أعلم. بشكرك جدا دكتور حسام الدين علام، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على هذه الإيضاحات الهامة جدا. وبشكرك على الحضور، وكل عام وفضلتك بألف خير. وأنتم بخير وصحة وسعادة. مشاهدينا، انتهت هذه الحلقة من برنامج منبر الأزهر.